السلام عليكم الابطال، كنتمنى تكونوا بالف خير. اليوم غادي نشوفوا تصريحات الدولي السابق مروان الشماخ وكذلك اسماعيل قندوس، وفي الاخير كان كلام على المتالقين عبد الصمد الزولي ويوسف النصاري. ندخلوا في الموضوع واللي غادي يكون باختصار كيف العاده. قبل ما نبداو بغيت نناقش معكم واحد الموضوع اللي سبق لي وهضرت عليه في فيديو سابق، وهو ان القدوم ديال لامبارد لتدريب تشيلسي غيبين الحقيقه ديال واش حكيم زياش كان مهمش من طرف المدربين اولا الاداره كان عندها يد في التهميش ديال اللاعب المغربي. واللي وقع اليوم هو انه كانت اول مباراه للنادي تشيلسي بقيادة لامبارد ضد نادي ويلفرهامبتون بين قوسين اللي خسروه بواحد لزيرو، والمباراة عرفات استبعاد حكيم زياش، الاسم ديالو ما كانش متواجد في القائمة. وهذا الشيء كيأكد حاجة واحدة، هي أن قرار تهميش واستبعاد اللاعب المغربي حكيم زياش صادر من ملاك النادي. وسبق لي وتكلمت على الأسباب اللي خلى إدارة تشيلسي تاخذ موقف من حكيم زياش. إذا هذا الشيء اللي كاين بخصوص حكيم زياش، نخليكم مع تصريح الدولي السابق مروان الشماخ. حاجة اكسيبسيونيل le visage qu'ils ont montré, la représentation de tout un pays. Ana kent f Dubaï, c'était juste chi haja de fou. Tout le monde était derrière le Maroc, c'était incroyable. Derna demi-finale à la Coupe du monde, c'est je sais pas si vous en rendez compte ce que a fait Walid Regragui, il mériterait une statue normalement. C'est quelque chose qui parce que c'est quelque chose qui ouvre les portes. Les Dell, c'est quelque chose qui ouvre les portes de l'espoir. Ada, ça coûte, ça vaut tout l'or du monde. Ada Legesha, c'est de croire en nous. Il nous a montré que c'est pas qu'avec des mots, c'est qu'avec des mots et des actes, on va nous libérer. Inch'Allah, grâce à Dieu, Inch'Allah. Bien sûr, toujours, je suis le Maroc, Maroc-Brésil, d'abord, on a salé, c'est toujours la même farha quand je vois l'équipe du Maroc, là, toujours les mêmes frissons. C'est chauffé, M. Thiaï. ديما سون روس شو كونطون با اليوم والله خاصو فو لي زيبارني تاع لي بليسور لي غروب لي عندهم aujourd'hui que ce soit مع l'entraîneur les joueurs j'espère il ira continue comme ça j'espère que يديروا شي حاجه de bien pour la prochaine coupe d'Afrique inchallah. إذا كان هذا هو تصريح مروان الشماخ، كلام كبير من لاعب كبير. غنبقاو مع التصاريح، بحيث صرح المدافع المغربي إسماعيل قندوس لقناة بي إن سبور وقال للاعب بألوان المنتخب المغربي الأمر يتعلق باختيارات المدرب، أنا أبذل لقصارى جهدي مع فريق سان خيرواز وجاهز لحمل قميص المنتخب الوطني، والأمور تبقى بيد المدرب لأنه هو الذي يختار اللاعبين. ربما يرى أنه علي الانتظار بعض الشيء أو أنه علي تحسين بعض النقاط. وختم اللاعب تصريحات ديال وقال أنا أتابع العمل في النادي وأتمنى أن أتوصل بدعوة يوما ما. إذا كان هذا هو تصريح إسماعيل قندوس. قولوا لي الآراء ديالكم، واش كتوقعوا أنه غتعطى الفرصة ديالو في المستقبل القريب أو لا؟ ندوزوا المهاجم المغربي يوسف النصاري واللي غادي وكيتزاد تألق البارح في المباراة اللي يمكن لي نسميوها مباراة دراماتيكية واللي جمعت بين نادي سيلتا فيغو وإشبيليا، واللاعب المغربي سجل الهدف الأول لنادي إشبيليا والمباراة سالت بالتعادل، بحيث أن نادي سيلتا فيغو جاب التعادل في الأنفاس الأخيرة من المباراة. وبكل وضوح بانت بلاصة ياسين بونو، والأساس هو أن المهاجم المغربي حاليا وصل الهدف 14 مع إشبيليا في هذا الموسم. وكيف ما كيبان لكم يوسف النصاري هذا الموسم افضل من الموسم الماضي، بحيث قدر يسجل 7 ديال الاهداف في 24 مباراه على عكس الموسم الماضي. وكيبقى افضل موسم اللاعب المغربي يوسف النصاري مع نادي اشبيليا هو 2020-2021 من اللي سجل 18 هدف في 38 مباراه غير في منافسه لا ليغا. ندوزوا المتالق اخر والكلام عبد الصمد الزولي واللي سجل اليوم اول ثنائيه ليه في الدوري الاسباني ضد نادي ايلتشي واللي كيحتل المركز الاخير في ترتيب الدوري الاسباني. وساسونا كانت خاسرة بواحد زيرو، ولكن عبد الصمد الزولي عادلها في الدقيقة 71 وسجل عاوتاني الهدف ديال الفوز في الدقيقة 84. وهنا صحيفة سبورت الإسبانية داروا مقال على عبد الصمد الزولي وتكلموا على التألق ديالو وكيفاش دار موسم زوين مع نادي أوساسونا، وكذلك ذكروا التصريحات ديالو اللي قال فيهم انه طبق التعليمات ديال المدرب وجا الهدف الأول. إذا هادشي اللي كاين، اللي مازال ما نضمش لعائلة فوت فليكس رجع البطونة كحلة بيضاء وهو معنا. كان معكم أخوكم محمد من قناة فوت فليكس، صلوا على رسول الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وتفاءلوا خيرا تجدوه.